لوط والنبي إبراهيم. عم الله على نبيين إبراهيم ولوط بنهاية هم الهجرة لترك أراضي ديارهم والاستقرار وكان لهما الله في مسن في هذه الدنيا الأبدي في الآخرة. وقرر القرآن هذه الحقيقة. الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له يعقوب جعلنا يهدون بأمرنا أي على الخيرات وإقام الصلاة والزكاة وكانوا عابدين ولو آتيناه وعلما ونجينا القرية التي كانت تعمل إن كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه برحمتنا إنه من الصالحين. اتبع إبراهيم أوامر الإله بإصرار كبير بفضله لله العوائق في طريقه ناضلا قومه داعيا إياهم وترك انحرافاتهم. تفوق هؤلاء الله على العالمين وفازوا برضاه نتيجة لإيمانهم وأخلاقهم طوال حياتهم بدخول الجنة الأبدية. هدف الأبدي أي من هو اتباع الرسل في خطوة وخطوة حبيب نبي محمد صلى الله عليه وسلم وبدأ يصبحون عبادا مع من أنعم الله عليه. الله عليهم والصالحين أولئك الذين أنعم عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أولئك